الله الله. يعني ليس المتعمد لأن يسبق من معه، لأنه كان يرحم من رفيقه، ولكن إذا كان في واحدة ست عجوزة هي راعي حالتها إذا كان كده. وأما الحديث سيروا بسير أظافركم، ده لما يكون قوافل، قوافل ماشية في سفر، لكن ماشية عادية كده فعادة نشط، ليس متكاسلا ولا متماوتا ولا متظاهرا بالانكسار، إنما الانكسار في الداخل، صلى الله عليه وسلم. بس وبعدين بقى يا سيدي فاللي بيوصف مشيته، وهنكمل الباب ده. حدثنا قتيبة بن سعيد، قرأنا الباب ده صحيح؟ نعم. وكملناه لآخره؟ يعني أنا مش فاكر إن إذا مشى تقلع صحيح؟ كأنما ينحط من صبب، ده شرحناه ده العظيم كمان. طيب يبقى ننقل بقى يا سيدي إلى ما يليه، وفيه حديث واحد. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف التقنع يعني القناع، اتخاذ القناع، زي صاحبنا اللي مشي ده وراح الله أعلم بحاله، ادعوا له اللي هو إبراهيم المالي، فإنه ذهب إلى بلده وكان فيها أحداث شديدة. الشباب اللي خرج من ليبيا ومعهم شوية أسلحة دخلوا على البلد وفاكرينهم يقدروا يحكموا، وهو المسألة مش كده، في هناك فرنسا وفي المعاون المعفور وفي كلام كتير. اللي عايز يشتغل يفهم الدنيا الأول. كنا احنا مش قادرين نمشي بلدنا جوه بلدنا. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان، اسم قديم شوية. صبيح يا مولانا. صبيح؟ آسف، يبقى صبيح، مش عارف في حتة تانية لأنه مصاب. الربيع بن صبيح اللي هو صباحة الوجه وصباحة، عن يزيد بن أبان، سيدنا عثمان كان عنده ولد اسمه أبان بن عثمان النافع، عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك لألت خويدمك أنس فدع له الدعوات ولا أنا مستني التالتة، يعني طول العمر تحقق والرزق الكثير تحقق، لكن المغفرة بقى ودخول الجنة اللي لسه فاضلها لا، أنا أنتظر الثالثة. ربنا يرزقكم الثلاثة وإحنا معاكم. حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد ابن أبان. يزيد ليه؟ يزيد ليه شيخ شريف؟ عن يزيد لأنه علم وزن الفعل ممنوع من الصرف، العلمية وزن الفعل يزيد وينقص ويكبر ويصغر. عن يزيد بن أبان ابني صفة أبان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. سبحان الله، عايزين نفهم الكلام ده. الربيع بن صبيح يا شيخ بالتكبير فيهما، مش الربيع ولا صبيح، فيهما يعني في الاسم الاولاني للشخص وابوه. قوله يكسر القناع
بكسر القاف وهو الخرقة التي تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن، مش ضروري من تحت الداء، أنا فهمت كده الأول، على الرأس بعد استعمال الدهن لتقي العمامة من الدهن. أنت عارف الطائية تلاقي واحد لابس البتاع ده بتاع المشايخ ولابس تحت طائية بين كده، أهو ده قناع. أيوة يا شيخ. طب قول القناعة دي زي حتة قماشة كده يلفها على دماغه قبل ما يلبس عليها الحاجة عشان ما يبهدلش. ما هو أيوة يعني مش ضروري زي إبراهيم بيعمل تتلف من تحت الذقن، أو كمان تغطي، عندهم كده التقاليد القبلية تغطي من أرنبة الأنف إلى نهاية الذقن. لابد للرجال وللنساء لا، يعني فهمني. فدي ده التقليد اللي هو أنا في الأول فهمت القناع كده، إنما القناع ما أنا قريت الحديث قبل كده، إنما القناع في الحقيقة المقصود به إنه لكثرة الدهانه، إنه يتخذ الدهن لتكريم شعره أو الحفاظ عليه، فإنه كان يلقي خرقة لتمتص ذلك أو حتى يعني يعود الشعر إلى حاله الطبيعي ويخرج إلى الناس. قوله يكسر القناع أي الخرقة التي تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن لتقي العمامة من الدهن، شبهت بقناع المرأة، لأن المرأة تعمل، عندنا في الأرياف يعملوا الكلام ده، البتاع ده يقول لك بتتعصب بيه، عارف يتعصب؟ نعم. مش التعصب إياه الذي نرمى به معشر المسلمين، مش أنت، إن إحنا أقوام متعصبون متخلفون، بل الدين نفسه دينه متخلف متعصب إرهابي. هكذا يقول الأمريكان، وذلك يجب نحو المسلمين دول من الأرض وتطهير الأرض منه. دعوا إن شاء الله يخلصوا قبل إحنا من يخلص. وكذلك هو يكسر القناع أي الخرقة التي تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن، يعني اللي بيستخدمه لتكريم الشعر، لتقي العمامة من الدهن، شبهت بقناع المرأة. وقوله كأن ثوبه ثوب زيات، يعني البتاع دي طبعا بتتأثر بالمراد بالثوب هنا القناع، الخرقة دي بالذات، أعني الخرقة المذكورة، إنما ما مش ممكن العمامة فوقها زاهرة. والله أنا حكيت لكم ما قاله لي أبي في ميدان باب الخلق، وقال لي اعلم إن الميدان ده اسمه باب الخرق، لأنه كان زي كوبري على 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 خليج أمير المؤمنين، الناس يعدوا منه فسمي باب الخلق، ثم تحول إلى باب الخلق. وقال لي درب سعادة دي وفيها إيه، وتيمور باشا، وقال لي حاجتين يبقى نضاف، العمة اللي على رأسك ولا مؤاخذة الحذاء اللي في رجلك، عشان تبقى شيخ كويس. والله وأنا في سنة ثانية ابتدائي في باب الخلق، مع انه كان راجل متواضع وكان يعني مظهره بسيط خالص، لكن نصحني بهذا. ولذلك دلوقتي يقولوا لي ما دام رجعنا مشايخ لازم ندي لها حقها، اللي ايه بعد استعمال، فسووا زيات دي مش يعني بيخرج بيه للناس، انما الحته دي اللي بيستعملها احيانا، المراد بالثوب هنا القناع فقط، يعني الخرقه المذكوره. فلا ينافي أنه كان صلى الله عليه وسلم أنظف الناس ثوبا. شوف مرقع نعم كان يرقع ثوبه، لكن نظيف صلى الله عليه وسلم. وفي بلاد المية فيها قليلة والإهمال فيه كثير، يقول لك دخل الا الى عرب وسائر الشعش كانه شيطان دماغه. شفت حاجه زي كده؟ انا شفته في بلد الرجل ده كده، والله شفته في 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 منى، بس لغه عربيه فصيحه. لما اراد ان اسالك ايه؟ اتفقت معاه انه يذبح لي يعني،
وبعدين طلبوا في حته ثانيه قال اسالك التحله. والله الاعراب اسالك التحله. قلت يا شيخ الله ايه الفصاحه دي؟ قلت خلاص اتفضل. الاعرابي واضح انه يعني ما لم يتعلم ولا حاجه، وجايب سكينه في جنبه كده عشان يذبح للناس اللي في منى. فلا ينافي انه صلى الله عليه وسلم كان انظف الناس ثوبا. قال العراقي: وهذا الحديث ضعيف لكن له شواهد تجبر ضعفه. يعني ممكن يبقى حسن لغيره، حسن لغيره. وصلى الله على سيدنا محمد. ناخد حديث ثاني في الباب اللي بعده لو ما يرقش. ليه؟ انت قاعد جنبي النهارده مش عارف ليه. ابقى خليه يقعد في الناحيه الثانيه. حاضر. باب ما جاء في جلستي. قلنا فعله اي هيئه. وفعله يعني مره. وفعله يعني المفعول به الذي يقع عليه شيء زي سخرة وهزأ وكيعني يسخر منه. ويل لكل همزة فعلة يعني كثير الهمز للآخرين غير الهمزة بالسكون المفعول به تحريك فعلة الفاعل نفسه بس مع تكسير الكثير الهزء بالآخرين. ويل لكل همزة اللمزة لأن عندي فلوس فاحتقر الآخرين. جمع مالا وعدده مش عدده يعني عمال يكون. اقول لك طلع في قبرص شركه من الشركات فيها مليار جنيه مليار دولار ولسه بس ناس يعني ذمتهم طاهره وايديهم بريئه واحنا اللي وحشين. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد أظن ده مصغر يعني. حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه. شبه الحديث في ستات كتير. عن جدتيه الأسر تنقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأجيال. عن جدتيه عن قيلة. قيلة دي بتاع البلد اللي في جنوب اسرائيل جنوب فلسطين اسمها ايه؟ اللي هي الان ايلات. ايلات اسمها ايه؟ ايلات اصلا ايلة كده؟ ايلات هم ايلوت يعني كده بالاماله بتاعتهم. إنما هي دي الوردة في القرآن اللي هي حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان كله في الحتة دي يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هي البلد دي ودلوقتي بقت من أضعف النقط في إسرائيل. يمكن العيال بيجوا من هنا ويجوا من هنا يا ريت يقطعوها. حدثنا عبد بن حميد هيجي يوم. حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة. كده صحيح قوله؟ في حاجة تحت يا شيخ؟ بص يا مولانا. نعم صحيح يا مولانا. دي اللي ساعدني فيها. بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. حدش منكم شافه في المنام؟ كم واحد يرفع يده؟ اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. ادي واحد شيخ شريف ومن كمان؟ اثنين ثلاثة أربعة بس زمان لما كنا في الكتاب. هذا كده قست القلوب. بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد من القرفصاء. فاكره كويس انطبع في مخها المنظر. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتخشعة في الجلسة فأرعدت من الفرق. واضح يا شريف؟ فأرعدت الرعدة من الفرق خوف. قوله فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أي الخاشعة خشوعا تاما في جلسته تلك، فهو خافض الطرف والصوت ساكن الجوارح والتفاعل ليس للتكلف، بل اللي هي متخشع، ليس كلمة التفاعل أو مجيء الخشوع ده على صيغة التفاعل، التخشع ليس للتكلف بل لزيادة المبالغة في الخشوع. وقوله أو قولها مش كده ولا إيه؟ قالت، إنما قوله عن الراوي فأرعدت من الفرق، وفي نسخة فأرعدت، جايز يعني يكون الراوي بيقولها بك ولا يا شيخ مروان؟ زمان كان عندنا شيخ اسمه الشيخ فليفل، كان بيدرس لنا بلاغة، والله إنه كان أستاذا مخلصا، وكان ممثل الأزهر في رحلة إلى الصين فتعلم الإنجليزية، فجاء لمثل هذا وقال دايركت سبيتش وإن دايركت سبيتش، عارفه؟ يعني تروي الكلام زي ما قاله صاحبه أو ترويه بالحكاية، ما هو ده الدايركت سبيتش أو الإن دايركت سبيتش يا شيخ؟ أنا فاكر الكلام ده والله سنة 51 1951، ما كنتش أعرف إنجليزي يومها، لكن الكلمة انطبعت في مخي. الشيخ بيقول للي يعرفوا إنجليزي منكم ده زي الدايركت سبيتش والإن دايركت سبيتش، الإن هنا بتفيد أداة نفي أو سلب، أو هنا يا ترى هي اللي بتقول والكلام مروي على لسانها زي ما نطقته، يبقى فأرعدت صح؟ إنما إذا كان الراوي هو اللي بيحكي عنها وما حدث لها، يبقى فأرعدت هذه السيدة من الفرق، يعني اهتزت زي الراجل اللي دخل عليه فقال له لا يا راجل خذ الحكاية سهلة، إنما أنا ابن امرأة كده، لأن برضو هيبة النبوة لها تأثير. فأرعدت من الفرق من غير فاء هنا، وقوله أرعدت أو أرعدت من غير فاء، وهو جواب لما، أي لما رأته كذا جالسا هذه الجلسة المتخشعة البسيطة الخاضعة لله، اتخذت أي أخذتني الرعدة، أخذتني، المصري يقول لك اتاخذ، عارف اتاخذ دي عندكم؟ لا عندنا اتاخذ دي بس وحدها كده تعني الفجأة والرهبة، فأخذتني الرعدة من الفرق بالتحريك أي الخوف والفزع الناشي، في القرآن يفرقون مش كده؟ والفزع الناشئ مما علاه صلى الله عليه وسلم من عظم المهابة والجلالة، أو للتأسي به، يعني ليه ما كنش أنا خاشع لله؟ إذا كان النبي نفسه ابن عربي، راح يزعل مني مرة تانية، ابن عربي بيقول وكان ضابط، أصله كان ضابط، بس أنا مش هنتخب ضابط ولو نازل من فوق، عشان عندي انا ضابط يعني قربان بس كده، مش هقول اكتر كده، لكن ابن عربي كان ضابط كويس وكان بيحرس الامير، ما تسأل يعني ايه؟ استروا علينا فراح مرة وياه، وده اول تغيره، بعدها ترك الوظيفة، وبعدين راح مع الامير ودخل معاه المسجد وما فيش حد، ولقى الأمير في غاية الخشوع، فقال الله الراجل ده هو اللي بيرهب الناس كلها ويخوفهم،
وكده قاعد بينادي الله بهذا الشكل. وابتدى ترك الوظيفة والحراسة وبقى حاجة تانية. اقراها في قصة تمام. إذا كان ده بالشكل ده أمال وهو بيخوف الناس كلها. خايف من مين ده؟ وليه ده؟ ده الست دي برضه لما إذا كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم وبهذا الحال أمال أنا أعمل إيه؟ هذا الفرق الذي نالها يعني من خوفها من مصيرها بين يدي الله أو للتأسي به، لأنه إذا كان مع كمال قربه من ربه غشيه من جلاله عز وجل ما صيره كذلك، فغيره يرعد من الفرق. وهذا بعض قصة تقدمت سبحان الله نسيناها في باب اللباس، قوله وغير واحد لا ده حديثان ندخلهم في بعض. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد حديث ثاني، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه. شوف الأسر، واحدة ست جدتين يعلموا العائلة تودع عم عن عمه. وإحنا أنا أقول لك نضر الله امرأة سمع لو حديث واحد مقالة فعاها فأداها. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى أحيانا، يعني خصوصا بعد الفجر في ساعات يعمل بين بين يعني التراويح وصلاة الفجر. فهنا بيقول لك غير واحد، هذا ليس من الإبهام المضر، ما يضرش الحديث لأن العمدة في مثله إنما هو على المعين. وفائدة التعرض منه في كتب اسماء المبهمات يبين المقصود بها، قال رجل قال عمي قال كذا يبين اسمه. وفائدة التعرض للمبهم بيان عدم انفراد المعين به، إن مش بس قوله عن عباد بن تميم وثقه النسائي، وقوله عن عمه أي عبد الله بن زيد فهو أخو تميم لأمه ودبش أصحابه، وقيل لأبيه خرج له الجماعة صحابي مشهور صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، حال من النبي صلى الله عليه وسلم. رآه اللي هو عباد عم عباد مستلقيا صلى الله عليه وسلم. والاستلقاء الاضطجاع على القفا، ولا يلزم منه نوم، مفيش نوم بس كانت تريحة كده. وكل كتب حديث تشير إليها أن بين قبيل صلاة الفجر. ولا يخفى أنه إذا حل الاستلقاء في المسجد حل الجلوس فيه بالأولى، فلهذا ذكر هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في جلسة رسول الله، يعني علاقة الاستلقاء بالجلسة أو الجلسة هي تصلح برضو بالفتح، إنما أظنها بالكسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاندفع ما يقال للسلقاء ليس من الجنوب، فلا وجه لذكر هذا الحديث في الباب. وأما كلمة واضع عن إحدى رجليه حال من النبي أيضا، فتكون حالا مترادفة يعني متوالية حال وحال، أو من ضمير مستلقيا، مستلقيا على كونه واضعا، يعني الحال من الحال ولا الحال متتابعات، أنت واخد بالك ولا لا؟ نعم. الاثنين مشبكين بحاجة تانية ولا الاثنين مشبكين ببعض؟ واضع يقول لك يا سيدي فتكون حالا متداخلة، يعني مش متراكبة أو متوالية لأنها متداخلة. وهذا يدل على حال وضع الرجل على الأخرى، حال الاستلقاء مع مد الأخرى أو رفعها. لكن يعارض ذلك رواية لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، وجمع بأن الجواز لمن لم يخف انكشاف عورته، لأنه جايز يعمل العملية دي، فبذلك عورته بذلك كالمتسرول يعني المتخذ سروالا مثلا فيعمل، لأنه ما فيش خطر مثلا. والنهي خاص
بمن خاف انكشاف عورته بذلك كالمؤتزر لابس إزار وما فيش. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبقى نكمل إن شاء الله في فرصة أخرى. الله.